السلام عليكم السي جمال الدين بن حدو، مرحبا بك في جريدة الأصوات. ممكن تقرب المتتبعين شوية شكون هو السي بن حدو؟ أولا كنشكر جريدة الأصوات وكنشكركم أستاذ الأزرق، كنشكركم على هذه الضيافة وأنا جد سعيد بها لأن كنتابعكم عن بعد وكنتمنى إن شاء الله نجي عندكم السلا. جمال الدين بن حدو هو فنان مغربي وفنان، يعني كنت فنان من الصغر ديالي، يعني ما عرفش راسي تخرجت فنان، يعني فنان بشكل طبيعي موسيقي، وكنهتم بجميع انواع الموسيقى وخاصه الملحون. تكونت درت المعهد الموسيقي، خديت فيه، كنت في استاذ لمده 30 سنه وانا استاذ في المعاهد الموسيقيه الدار البيضاء. كذلك يعني حصلت على واحد العدد من الجوائز والى اخره. المهم عندي دكتوراه في البحث في الموسيقى وفي التواصل ديال الموسيقى اللي خديتها من كليه الادب بالرباط عبد الخميس، واشتغلت في كليه الادب بنفسيك، ثم المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير مع البروفيسور نبيل بن شقرون، ثم انتقلت الى واحد الفتره قليله للناس. الان دابا انا في كليه الادب، كليه الادب عين الشق مع الدكتور موهوب، ومن اجل واحد الاشعاع غادي ان شاء الله غادي يكون قريب في الكليه ان شاء الله. على ذكر كليه الادب استاذ بن حدو، واش العمل ديالك تمايا واش ما كياخذكش واحد بصفه اخرى على الميدان الفني اللي انت كتعشقو الى النخاع؟ نعم، وفني كنت صغير كنمشي للفران، انا باقي كنعقل صوت اغنيه وانا واقف تنتسنى الخبز يطيب. ولهذا انا دائما الفن تيدور لي في راسي، وشحال الناس يشوفوني اني كنسى ولا كنسها ولا وراء الموسيقى كدور ليا في راسي، كتقدر تخرج ليا اغنيه وهي تدور في راسي، تندخل الاستوديو ونحطها. هذا داكشي ديال الله ماشي واخا. استاذ، المعروف على السي جمال بن حدو انك استطعت باش تحول العشق ديالك في الملحون الى مصدر الهام لادخال واحد المجموعه من المستجدات على هذا الفن. هذا ممكن تكلمنا شويه على هذا؟ هو فعلا انا خديت هذا الفن ماشي من اجل الماده او من اجل النشاط فقط، بل خديته من باب انه مبدا اللي خصني نهتم به، لانه هذا الفن ملي تقول الملحون راه كتقول هويه ديال الوطن، تقول هويه مغربيه، لان راه مسؤوليه كبيره ومسؤوليه خطيره، وانا خديت على العاتق ديالي. رغم انا كنعرف الشرقي ونعرف الشعبي ونعرف جميع انواع الموسيقى، لان ملي كنت صغير تنغني كل شيء، كنت نغني كل شيء مع العائله، مع الوالد كان تيعشق الفن وتيعشق الفنانين، وسبق له وانا صغير استضاف عبد الوهاب الدكوالي في البيت ديالو، وكان الوالد وتيعرف بنحاس، كان تيجي بنحاس في الحفلات ديال العائله ديالنا، الوالد كان تيعشق الفن. وانا كبرت بلي خصني نغني، نهار السبت نحفظ شي اغنيه نغنيها له باش يفرح الوالد، تيفرح بيا، ولكن كان تيحضرني تيقول لي تقرا هذا الموسيقى. فعلا واحد المره كنهرس عليا راسي الجيتار، قال لي تجيب كنت خصني نجيب له لوحه الشرف، لما جبتش لوحه الشرف تيتقلق، واخا نجيب لونكوراجمون ليا اكثر من لوحه الشرف كاش تعجبو، كتعجبو ديك كلمه لوحه الشرف كتعجبو. ولهذا انا الملحون اشتغلت فيه كما تيقول الاستاذ اللي جرني للبحث العلمي، فهذا هو الاستاذ ديالي استاذ عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة الله ينصره، هو اللي هداني بالبحوث ديالو، تبعت الطريق ديالو، فاهتميت بالطريقة، يعني اشتغلت على البحث العلمي وكذلك على الغناء وعلى التأليف بحيث ندير شاعر في الملحون. وباش التجديد اللي قلتي عليه هو انني كتبت قصائد مواضيع جديده، بحال قصيده الطاكسي اللي كدوي على الازدحام اللي كاين في الدار البيضاء، معنا ولد الدار البيضاء واخا لي زوريجين ديالي من فاس،
ولكن امي حريزيه، المهم انا الدم ديالي مخلط. ولهذا اشتغلت على الملحون واحد العدد ديال النواحي، حيت قصائد اللي عمرها ما تغنات غنيتها، درت قصائد جديده بروح العصر، قصيده فاطمه درت لها روفي، درت الفيزيون، يعني اول واحد دار الفيزيون بالملحون. وعاد من بعد جاوا الناس ديال الهيب هوب بداو تيقلدوا، وكنت عندي معاهم مناظرات وشرحت لهم كيفاش استعمال الموسيقى المغربيه، ودرت ماي زينب اللي فيها الهيب هوب والملحون، نظرا لان كنت من المنظمين ديال المهرجان الجامعي ديال المسرح الجامعي، كنت من المنظمين ديالو لواحد المده ديال تقريبا 23 سنه، وكنت نحاول ندير اغاني للشباب باش والشباب كان عالمي. ولهذا كنت مثلا ماي زينب درت فيها كلمات بلونجلي، لو كوران ديو لو بيسايد يو ويل فايند مي كاز اي نيد يو ام اول تايم هير ويتين فور يور سمايل ويتين فور يو دير، حدا كلمات ديال شاعر من علي من القرن 19، وهي ماي زينب، يعني كان واحد النوع من التجديد تنحبب الملحون. ولكن ملي كدير زينب تدير روفي اللي هي واخده من فاطمه واخده من الموسيقى الخليجيه، كيسمعوا الشباب هذه الاغاني كيرجعوا للقصيده الاصليه، كيبداو يقلبوا، وانا مغني حتى القصائد الاصليه. اذا هو تنشوف انا طبيعي باش تكون عندك اضافه، ما يمكنش انسان يبقى يردد القديم، خصو يحفظ القديم ويزيد القدام ويجدد باش نحافظوا على هذا الفن ديالنا يبقى حي مع الشباب ديالنا. طبعا الحال بدون ما نفرطوا في الاصل. ولد واخا سي محدو، شنو كيذكرك درب الطلبه وصحة الصرغنة؟ درب الطلبه وصحة الصرغنة هذاك هو الاوكر ديالي. دابا انا مزيود في درب الطلبه، درب الشرفه ودرب الطلبه، لان هما بحال فرقهم هي الدرب. وكنت في الزنقه 18 في الدار ديال الدار رقم 24، الدار فيها البير، ومي الله توفات لي، مي اللي مرضعاني، مي ما تستقبل، مي اللي مرضعاني اللي كانت تسكن في هذه الدار، يلاه توفات هذه شي 10 الله يرحمها، الله يرحمها مي كلثوم. وهنا فين كبرت، ولكن من تما انتقلت الى شارع احمد الصباغ، يعني شارع محمد السادس، هو فين الان باقي لحد الان باقي تنعيش تما، ولد درب السلطان. سمعنا على ان السي جمال بن حدو انك مارستي واحد الوقت رياضه كرة القدم. فعلا انا كان عندي خوالي الله يرحمه، حبيبي شعيب وحبيبي احمد الله يشافيه، هادو بجوج كانوا تيلعبوا في الرجاء. وملي لصقوا لي حب الرجاء مني كنت عندي 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وبقيت يدربني، لان حبيبي كان مدير، كان اونترينور ديال الفريق الوطني بي، وكان تيعلمني ودخلني للرجاء، لعبت مع حداوي، لعبت الكره في الرجاء، وبقى داك المحب في درب السلطان، بقات المحبه ديالنا لا الرجاوي لا الوداديين، تنلعبوا بعضياتنا وتنضحكوا. وبكري كان التيران تيدخلوا لي الرجاويين ولد مخلطين، انا جالس هنا ووددي حدايا ورجاوي ووددي، وكنضحكوا فهمتي، ما بقى ماشي بحال دابا قاسمين نهار الرجاء الواد وشي تيعايرش، لا حنا كنا. الوالد كان عنده واحد من الرفض انك ما بغاش زعما تكمل. هو بالعكس الوالد هو اللي رفض لي، حيت الوالد كان تيحب العلماء، تيحب العلم، تيحب لنا ولد القرويين، وتيبغيني نقرا، لان عائلتنا كلهم تبارك الله دكاتره وناس ديال العلم عبر التاريخ، عائله بن حدو هما ولاد المير بن حدو كلهم تقريبا، وكان تيخصني حتى هو يفتخر بولده، ولهذا كان تيفرض عليا القرايه وتيفرض عليا القرا، ملي كيشوفني مشيت في الكره كيحبس عليا الكره، كيشوف مشيت في الموسيقى كيحبس عليا الموسيقى. حتى سول واحد الاستاذ جامعي قال له لا خليه دخلوا للمعهد، دخلوا للمعهد راه مزيان الموسيقى اللي تيدير ولدك. وفي الكره كان فرض عليا، قطع عليا نمشي للملعب الدراجة، لان كان خاف عليا وداك الشيء. ومن بعد ملي ولات الكره عندها مستقبل، هذا هو بقى فيه الحال مسكين في الاخر، ندم اللي ما خلانيش اني نلعب بواحد ما خصنيش نشكر راسي، ولكن ولاد الدرب راه كانوا تيعرفوني كيفاش كنت نلعب، يعني تلعب بواحد المستوى تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم الفنان المخضرم المخضرم. واخا سمعنا نعرفوا شويه على حمزه وعلى محمود.
انت شفتك داير عليا البحث. وحمزه ومحمود ومعوينتي الله يرضي عليهم، يعني ميكونوا وليدات الناس كلهم مثل المغاربه وبلاد الرضا، وفرحوني الله يفرحهم. هما بجوج دابا دي زانجينيور دكتور وكيشتغلوا في فرنسا، واحد فيهم تيقلب على الدواء كورونا مع لان تيخدم في الادويه، والاخر جيني في داكشي ديال الانفورماتيك الحمد لله، والله يرضي عليهم وما وليدات المسلمين فرحوني. واللي جميل فيهم هو ان واحد موسيقي الكبير حمزه مبدع في الموسيقى وملحن، تيدير الموسيقى بواحد الشكل غريب، يعني تيصوب داك كيصوب لك اغنيه هو نيت اللي ملحن ليا اغنيه عز البلدان، ملحنه وعازفه ليا ودير ليا التوزيع كلها، والصوت اللي خداه ليا هو محمود. ومحمود هو فنان تشكيلي، رسام بشكل كبير الى اخره. ملي كان صغير وعطيت اللوحات ديالو الاستاذ الملاخ وشاف وشافهم بالزين الله يرحمه، الاستاذ الملاخ باقي بالحياه الله يطول عمره، شاف العمل ديالو قال لي هذا عنده باقي صغير وعنده الضربات الدريجه ديال الشتاء، عنده الضربه يعني. وفعلا الان تيصوب دي طابلو رائع تبارك الله في فرنسا، بروفيسيونيل في فرنسا. ولكن الفن دائما بحال الشكل ديال بابا الفن. انا نسك درت الرسم ودرت الموسيقى، واحد خدا كل واحد خدا واحد الموهبه تخصص فيها. واخا سي بنحدو في هذه الاحداث الاخيره ديال بما يسمى احداث الكركارات، اخر شيء واحد صريح على انك مغربي قح، على انك عسكري عسكري، هذه كلمه عسكري في حق عجبت بزاف ديال المتتبعين، بغيناك تزيد تعطينا. انا ما زوقش هضره وما تصورتش، ما خديتش شي واحد يقول لي داكشي كيجيب واحد الفطره كيجي لنا، انا تندوي من قلبي الحس ديالك الوطني، وتنشوف الناس تنشوف لهم قلبهم. هذه عطي لي هذه الميزه عطيها لي الله سبحانه وتعالى. الواحد واخا تجي تكذب عليا واخا تجي دادا كنشوف لك قلبك، ما كنشوفش الهضره ديالك ولا وانا تنقولها قبل من هذا المشكل. ملي ولا هذا المشكل ولينا غادي ندخلوا في هذه القضيه ديال شد لي نقطع عليك، ما بقيتش فنان، ما بقيت لا استاذ لا حتى حاجه، انا وليت عسكري. انا راهن اشاره ديال الدوله ديالي، ديال الحكومه ديالي، ديال الجيش ديالي، نهز المحله وبغيت نعلمهم بان راه تنيش مزيان. راه داوني صحابي في الصيدوسي سبحان الله العظيم، ما تنزقلش الضربه. انا دابا عسكري و تنعطي نفسي للجيش، وقسم ما يعيطوا لي انا موجود. ومن كراش الموت تما بلا ما نرجع للدار. ايوا الله يجعل البركه. هذه واحد القضيه تحسبوا لك الصراحه هي ديال سي نحدو، واخا سي نحدو في هذا الاطار العائلي وفي هذه الدردشه العائليه ما كرهناش نسمعوا واحد شي مقطع من شي قصيده. نصليو على النبي. اللهم صل عليك. واش نصليو على السيد الحبيب باش يحفظ هذه البلاد ويحفظنا من جميع المشاكل اللي غادي تادي لا المغربي لا جميع المواطنين وحتى الجزائريين، خصهم يعرفوا اننا تنحبوهم ومالك ديالنا راه مالك ديالهم وهما ديالنا، وحنا ما بغيناش الحرب، حنا بغينا نتعايشوا. هذا حنا كفنانين تنبغيو نتعايشوا، ولكن الا كان شي عصابه بغات تادينا راه غادي ياخذوا حسابهم. لا حنا ما فهمتي، حنا الناس ندعيو الى السلم من قديم الزمان، المغاربه من قديم الزمان تيبغيو اللي يدخل عندهم مرحبا به، اللي يدخل تسليم، اللي طالب تسليم راه كيسلم. هذا اللي كاين، واللي يدير شي حاجه في هذه الارض الشرفه تياكلها بوحدو، اللي جبد بدا تيعيط تياكلها، كتشوفه كيف رزقك الله فيه، والله يهدي الجميع. أسيدي والحمد للوحيد الواحد طول الدوام، ملينا مربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب، ودنا بالنبي المجتب سيد العرب طه سراج الهداب، حبه وهواه في حشايا قايم ترى يقيدونا يام،
بالشواق نمجاد عين الهدى الهادي راكب البراق ونجيب الله مصلي على النبي بالقاسم طه شريف اسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقطيب اللهم صلي على النبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقطيب. سلام. الله يبارك فيك. السي بن حدو كاين شي مشاريع مستقبليه في القريب ان شاء الله كتهيئوا ليها؟ نعم. واللي غتخرجوا بها ان شاء الله علما بانك مسموح على انك خرجت شي واحد الاغنيه على هذا الداء ديال كورونا. نعم. شنو هي يعني المشاريع المستقبليه ان شاء الله؟ انا قلت لك بالنسبه للمشاريع الاخيره كما قلتي درت قصيده على كورونا على وزن الفرانه ودرت سجلتها ودال سجلها الاستاذ الذهبي توفيق في الاستوديو ودال وحنا في الكونفينمون وصيفط داكشي عبر تنصيفط راك عارف التليفون صيفط الاستاذ عبد الرزاق سامح اللي هو الاخ ديال الاستاذه نعيمه سامح ودال لها الاخراج وصوبنا ونشرناه في اليوتيوب وكاين عاوتاني درت اغنيه ديال من الله يشكر الله ما يشكر الناس ما شكر الناس من الله يشكر الناس ما يشكر الله درت على الاعمال اللي تدير الحكومه حنا ديما تنتقدوا الحكومه هذاك ما هذاك اللي كنشوفوا الحاجه الخايبه فاحنا المغاربه كذلك كنشوفوا الحاجه الزوينه انا درت شفت الحاجه الزوينه الانسان تيخدم في اطار داك المسموح به واطار الامكانيات اللي عنده فتيدير واحد المجهود ما يمكنش ان نقولوا ليه راك ما تدير والو فجبتها بواحد الطريقه نشكرت كل وزير بالاعمال اللي تيقوم به ولكن اخر ما درت هو هي اللي صوت والبارح انا غادي نقولها لكم دابا هي قصيده درت اغنيه نداء محمد السادس حيت كاينه اغنيه على الطريقه ديال نداء الحسن الثاني الله يرحمه هذه غادي كل شرف باش نقولها اول مره عندكم يلا والبارح كتبتها وغادي ندخل الاستوديو ان شاء الله حتى ندخل السبت ولكن نقولها لكم دابا فرحي وسعدي يا صحراء نسل نفض الريش جرحك اليوم غايب راه نداء محمد السادس الشباب وكل راجل ومراه وراك نموت لينا عيش ما نفرط عمري في الصحراء مغربية على الدوام تعيش محبوبة قلبي يا سمرة أرض جدادي القدام زينة انتي بنت الكبرى شانك عالي على الدوام نعطيك من قلبي وردة ومن دمي حتى نرويك نعس عليك اليوم وغدا وسيدي ربي هو يحميك لا إله إلا الله عينو طرعانة من الحساد محمد رسول الله صليوا عليه أي عباد اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله عليك يا أستاذ واخا بين قوسين غادي نحاولوا ولو لمحة قصيرة الموضوع ربما استهلك هذه واحد المدة لكن تحت هذا الكم الكبير اللي عند الفنان ديالنا السي بن حدو واش كان عنده شي نصيب من الدعم ديال وزارة الثقافة هو تقال بزاف على هذا الموضوع الناس اللي خداو انا ما خديتش الدعم ولكن انا متفق على اللي ما خديتش الدعم لان عرفت الظروف الانسان تيعرف الظروف والواقع والعمل اولا الوزير شاب الوسيم جديد ما عرفش كيف المشكل كي الناس الاداريين اللي في الوزاره كيديروا تيدرسوا الملف وحتى اللجنه اللي مشرفه كتدرس الملف على حسب المعطيات انا بعدا دفعت الملف معطل ماشي على دفعته في الوقت ولكن ما نزجتوش بواحد الشكل جدي وقع لي مثلا بحال دابا اش غادي نقول لك يمكن لان ما مجددناش الجمعيه
ديالنا، ولكن كان عندنا حق ما نجددوهاش، كانت خصها تكون مطلوبه لنا في الظروف ديال الكونفينمون. ما كانش عندنا حق نديروا اجتماع، مشيت للمقاطعه قالوا لي ما يمكنش دير اجتماع وتجدد هذيك الجمعيه، راه بقات صلاحيه. المهم يمكن تاخذوا بحال هكا بعين الاعتبار شي مسائل. وتالي والنقطه العاوتاني الاخرى وهي ان اللجنه اللي صوبوا بطريقه عاديه ماشي ديال الكونفينمون، فهمتي؟ بينما كانت استثنائيه نورمالمون كانت خصها تاخذ بواحد الطريقه اخرى. وانا من الناس اللي خدوا فنانين اليوم العام الجاي ناخذ انا، ماشي اخر الدنيا، فهمتي؟ واللي جميل هو نشر داك النتائج باش حتى الناس الفنانين اللي معايا ما يقولكش انا راه خديت فلوس وما عطيتهمش، هذا هو اللي جميل في الامر. واخا انتم شيتكم كرائد من رواد في الملحون، واش ما كتشوفوش على اننا نحاولوا تكون واحد المدرسه اللي تخرجوا منها شباب جداد اللي على الاقل على الاقل يشدوا المشعل باش هذا الفن ديال الملحون ما ينضدرش؟ فعلا دابا المشكل هو ان انا اشتغلت واحد العداد ديال الشباب عبر 30 سنه ديال العمر ديالي، بحيث انه واحد الطلبه في الكليه كنت ندير لهم لاتولي مع كنت يشرف على هذه العمليه الاستاذ نبيل بن شقرو اللي كان نائب الرئيس ديال الجامعه، وغادي يدير واحد العمل كبير اللي خدم مع الشباب. وفي اخر سنه لقينا حتى هذاك لاتولي اعتقد واحد العدد من الشباب اللي قراو عندي داروا اوركستر وداروا وخدموا به وداروا يعني منجزات منه، داروا عاشوا منه يعني، داروا مشاريع اقتصاديه والى اخره. يعني جميل باش يكون عندنا هاد المحترفات اللي يكونوا في التعليم ديالنا. فقط تنعيشوا في واحد الفتره الان ديال واحد التراجع بالنسبه للسياسيين، ما تيدعموش الفنانين، بالعكس تيديروا لنا مشاكل في المعاهد ديال الموسيقيه. تنتمنى باش هذا الشيء يتجاوز ويعرفوا الناس انه راه كنقوموا بواحد الواجب كبير اللي هو التلقين ديال الفن والتلقين ديال المبادئ الفنية، لان الموسيقى ماشي هي عاجي وغني، الموسيقى الاصل هو تكوين، فهمتي؟ الا درتي تكوين عندك تحافظ على واحد الاجيال، الا بديتي تاخذها بحال داك البرامج على المغنيين فقط، لا فينا هم المؤلفين، فينا المؤلف ديال الكلمه ومؤلف الموسيقى، هادو خاصهم برامج ديالهم بوحدهم، لان خاص التكوين ماشي يعرف مغني، خصو يكون تيعرف يعزف شي اله او يعرف شنو هي لاكام اللي تيغني فيها، يعرف شنو المقام، يعرف شنو باش يخدم. وهذا الشيء تيخصو واحد، انا تنطالب بواحد المناظره على الصعيد المملكه، ماشي هذا العالم ديال الثقافه والفن خصو شويه ديال النظام، لان فيه مشاكل. فيه مشاكل تماما. السي من حدو كنتمنوا ان هذا اللقاء هذا ما يكونش ثقيل عليك، ما تقال عليك شي كلمه اخيرا. انا كنشكرك استاذ الزرق، وكنشكر جريده اصوات، تبارك الله عليكم، هادشي عندكم جميل وكاينه حرفيه ومهنيه. ومن خلالكم كنشكر الجمهور ديالي، وتنحيي المغاربه كلهم، وتنقول نزيد ناكد انني رانا عسكري دابا، راه ما بقيتش فنان. شكرا. العفو العفو استاذ.